أنا من هنا أدعو الأزهر مرة ثانية، أي عملتها مرتين في سنة تقريبا، على الأزهر أن يقوم، لأن ثقتنا عظيمة في الأزهر، والله العظيم على الأزهر أن يطلع من جديد بدوره في تنوير الأمة العربية والإسلامية. والأزهر معتدل ومتوسط يا إخواني في مناهجه في كل شيء ما شاء الله. وإلى اليوم علماء الأزهر فيهم خير كثير والله العظيم، فيهم تواضع وطيبة. والله قبل أيام رأيت مشهداً أقسم بالله أبكاني بكاءً إيه؟ لكن هو بكاء غزير، لكن بكاء أيضاً حبيب إلى نفسي. رأيت كبار من كبار علماء مصر، الشيخ المفتي السابق العلامة الفقيه الأصولي علي جمعة حفظه الله ونفع به، عالم كبير، العلامة كبير مفكر أيها الإخوة، والمفتي السابق نصر فريد واصل حفظه الله، الرجل الشيب الكريم الطيب المتواضع، وغيرهم وغيرهم يأتون للشيخ معوض أيها الإخوة، الشيخ المعمر الذي جاوز 90، الكل يقبل يده. يا سلام، يا سلام على الأدب، يا سلام على الجمال، هذا هو الإسلام. مفتي مصر الفقيه الجليل علي جمعة يقبل يد شيخي وأستاذي بكل أدب وهو يدعو لهم. والشيخ الشافعي المتكلم عالم العقيدة المتكلم الكبير صاحب العقل المنير أيها الإخوة، وهو من هو علما ومنصبا، يأتي ويقبل أيضا. ما شاء الله، قلت هذا هو الأزهر، أحيا الله الأمة بهذا الأزهر، وجه دعوة مفتوحة إلى الأزهر والله العظيم، وشيخه الطيب الذي اسمه والله على مسمى. والله الدكتور أحمد طيب نشهد له، والله عز وجل حسيبه ولا يزكى الله أحد، أنه طيب كاسمه، رجل طيب ومتواضع. وقد كنت مرة عتبت على الشيخ الطيب وعلى الشيخ علي جمعة لموقفهما من الثورة، وكنا في حالة هياج وعرام ثوراني، لا أقول ثوري، عتبت عليهما عتبا شديدا. ثم جد الرجلان والله في عيني، والله يشهد الله. لماذا؟ لأن الشيخ الطيب بكل أدب وبكل صدق ونزاهة يشهد له، قال أنا بمعنى الكلام خفت، لم أؤيد الثورة في البداية، أنا خفت، هناك الكثير خافوا، هذا رجل صادق نزيه. أما الحربائيون والمتلونون الذين لعنوا الثورة والثوار ثم بعد ذلك باركوا الثورة والثوار ولعنوا أصحاب الحكم السابق، وبعضهم طالب ليس أقل من الإعدام، شيء غريب يا أخي، شيء غريب. وين النزاهة وين الصدق؟ علي جمعة غضبت عليه أكثر من الشيخ الطيب، عارض الثورة معارضة شرسة، حتى أنه أفتى بسقوط صلاة الجمعة عن الناس عشان ما يطلعوش الجمعة وصير تظاهرات. غضبت كما غضب الملايين منه حفظه الله. وبعد ذلك جد في عيني جدا. لماذا أيها الإخوة؟ لأن علي جمعة مبلغ علمي إلى اليوم لا يزال معارضا للثورة، والحكم حكم الثورة، والزمن زمن الثوار. إذن علي جمعة ليس حربائيا، علي جمعة ليس مصلحيا، علي جمعة لم يقل هذا من أجل إيه مصلحة يحرزها، صحيح؟ أو يستبقيها، وإلا لتلون وتحربأ إنجاز إيه هذا الاشتقاق، لكنه لم يفعل حفظه الله حقيقة. وأنا أستغفر الله مما وقعت في حق الرجلين، فأنا لا أعلم إيه هالمغيبات، أعلم الظاهر، غضبت بحسب الظهر. فالأزهر الأزهر الأزهر الأزهر، نسأل الله أن يحيي الأزهر وأن يحيي بالأزهر هذه الأمة والله العظيم، أزهر الاعتدال والحب والجمال. يا أخي نريد ديننا أن يعود إلينا، نريد إسلامنا إسلام الرحمة والإنسانية أن يعود إلينا، نحب أن ينظر العالمون إلى الإسلام على أنه دين الرحمة ودين الإنسان، لا دين القتل والذبح والإجرام أيها الإخوة، وإلساق هذا بالقرآن والدين. انتهينا من هذه الاستطرادة وقد طالت، وإنا لله وحسبنا الله. نرجو حتى يخرج الإسلام فعلا في هذا العهد أيها الإخوة القاتم القابض مرفوع الرأس في هذه القضية وفي قضايا غيرها، ونطمئن إخواننا وأنفسنا أيها الإخوة وأمتنا والله العظيم. والله ما يؤخذ على الإسلام هي قضايا منزورة تعد ربما على أصابع اليدين الثنتين، قضايا محددة جدا، بعضها في حقوق المرأة، بعضها في مسائل حريات الاعتقاد أيها الإخوة، بعضها في الرجم، مسائل معدودة جدا. طب إذا استثنينا هذه المسائل التي يشغب بها أعداء الإسلام وشانئوا الإسلام من أبناء الإسلام ومن أبناء الأمم والملل الأخرى، ماذا يبقى؟ لا يبقى في الإسلام إلا كل جميل وكل حسن أيها الإخوة، تقبله الفطرة ويقبله العقل، تقبله المدنية والحضارة. فعلى الأمة أن تطلع وأن تتحمل مسؤوليتها بجدارة، وبالذات المؤسسات العلمية كالأزهر بالذات والمؤسسات الأخرى والمجامع العلمية والفقهية، وتعيد النظر بجسارة وجراءة وشجاعة وتحقيق ونفس علمي مطول. يعني لا بأس أن تجتمع هذه المجامع وقبل أن تجتمع أيها الإخوة تخطر وتؤذن أعضاءها والمنتسبين إليها قبل سنة بأن يعدوا بحوثا مفصلة جدا ومسهبة في هذه القضايا، كما قلنا لكي يخرج ديننا الحنيف مرفوع الرأس في هذه القضايا وأمثالها، وحتى على الأقل كمان نساهم في وقف طوفان الإلحاد واللا أدرية
التي أو الذي بدأ يجتاح شبابنا وشوابنا يا إخواني. لمسائل بالذات مثل هذه المسائل، هذا دين، هذا دين. خلينا نعيد النظر في هذه الأشياء، وخلينا نجعل إمامنا القرآن ونخليه أمامنا.